رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية. انطلاق فعالية التدريب المشترك طويق 2 بالمملكة العربية السعودية بمشاركة مصر. ومنظمة الصحة العالمية تعلن السعي لتوفير تمويل ولقاحات لكوفاكس من مجموعة 20. السادسة مساء بالقاهرة الرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، وبداية هذه النشرة مع دانا مدحت. إليك دانا. أهلا بك لاما، أهلا بكم مشاهدينا. عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار. أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات والجاري تنفيذها حاليا من خلال الهيئة، وكذلك الموقف التمويلي لهذه المشروعات حتى الآن في ضوء المتابعة المستمرة لدفع العمل بها والإسراع بمعادلات تنفيذها، وكذلك الاستعداد للبدء في مشروعات جديدة. افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية في الفترة من 11 إلى 14 من يونيو بشرم الشيخ، وذلك بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية. وسيشهد المنتدى عدة جلسات على مدار أيام انعقاده تضم حوالي 50 متحدثا، كما سيتم خلال المنتدى ترتيب لقاءات بين كبار رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في إفريقيا ورؤساء هيئات الاستثمار بدول القارة لدراسة فرص الاستثمار وخطط التنمية وآليات جذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية الواعدة. وضعت الدولة استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها باعتبار هذا الملف قضية أمن قومي. من هذا المنطلق أنفقت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء. يظل ملف الأمن والتنمية في شبه جزيرة سيناء على قمة الأولويات العاجلة والملحة للدولة المصرية باعتباره قضية أمن قومي، حيث وضعت الدولة استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها. ومنذ عام 2014 أنفقت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من 650 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء، بينما زادت الاستثمارات العامة الموجهة لسيناء بنسبة 415% في 8 سنوات لتصل إلى 10 مليارات و300 مليون جنيه في موازنة 2021-2022. وتضمنت جهود التنمية والمشروعات الكبرى التي تمت في أرض سيناء مئات المشروعات القومية، خاصة المتعلقة بتطوير البنية التحتية، حيث وصل إجمالي الطرق التي تم إنشاؤها نحو 2400 كيلومتر، وأهمها إنشاء طريق مزدوج شرم الشيخ نفق أحمد حمدي، كما تم إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة ورفع كفاءة 6 موانئ، إلى جانب الانتهاء من تطوير منفذين بريين بمدينتي طابة ورفح، فضلا عن إنشاء مطار البردويل لخدمة المناطق الصناعية. وفي هذا الإطار بلغت قيمة الاستثمارات في مشروعات الكهرباء نحو 10 مليارات جنيه، كما تم دعم قطاع الاتصالات في سيناء في إطار منظومة التحول الرقمي بمعدلات إنجاز تصل إلى 80%، فضلا عن إنشاء نحو 40 محطة لتحلية ومعالجة المياه أبرزها محطة بحر البقر والمحسمة، كما يعد مشروع صحارة سرابيوم أكبر مشروع مائي لنقل مياه النيل إلى سيناء من أسفل قناة السويس. ودعما لأهالي سيناء تم تمويل أكثر من 8000 مشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة بلغت نحو 469 مليون و300 ألف جنيه، والاستمرار في جهود التخلص من المناطق غير الآمنة وإنشاء آلاف الوحدات السكنية البديلة.
كذلك سعت الدولة إلى دعم قطاعي الزراعة والري بسيناء، وتوسعت الدولة في المشروعات المتعلقة بالتعليم، حيث تم إنشاء وتطوير 131 مدرسة، وارتفع عدد المواقع الثقافية التي تم تطويرها إلى 26 موقعاً، أبرزها تطوير قصر ثقافة العريش. كذلك استحوذ القطاع الطبي على اهتمام كبير، حيث تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، والتي تشمل 7 مستشفيات و24 وحدة ومركزاً طبياً. تعد المشروعات القومية في سيناء هي طريق الأمل في مستقبل مغاير لأبناء أرض الفيروز، وتحقيق نهضة تنموية كبرى بالتوازي مع النجاح المحرز على صعيد مواجهة الإرهاب. انطلقت فعاليات التدريب المشتركة طوايق 2، والذي تجرى فعاليته على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من القوة الجوية وقوة المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان وفضلا عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب. يأتي تدريب طوايق 2 في إطار خطة التدريب المشترك للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل تبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري وتطوير العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط. واصلت وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان، والتي تستهدف تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومساعدة الحالات الأولى بالرعاية والاستجابة الحالات الإنسانية. هذا وأسفرت تلك الجهود عن تنفيذ العديد من المبادرات في مجال التواصل المجتمعي، تأكيدا على دور الوزارة في تعزيز قيم حقوق الإنسان. واصلت وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان، التي تستهدف تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومساعدة الحالات الأولى بالرعاية والاستجابة للحالات الإنسانية. وأسفرت تلك الجهود عن تنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات في مجال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وثقل مهارات التعامل مع المواطنين. كذا تنفيذ العديد من المبادرات في مجال التواصل المجتمعي تأكيداً على دور الوزارة في تعزيز قيم حقوق الإنسان وتلاحمها مع المواطنين. وفي الفترة الأخيرة اطلع قطاع الوثائق بإنهاء إجراءات 457 طلب استخراج وتحديث للأوراق الثبوتية لعدد من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن بعيدة عن الزحام. اطلاع قطاع الأحوال المدنية بإفادة مأمورية لمحافظتي المنوفية والإسكندرية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المقيمين بهما، وكذا استخراج بطاقات رقم قومي لذوي الاحتياجات الخاصة بأماكن إقامتهم. كما اطلع القطاع بإفادة مأمورية لعدد من الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة داخل مستشفيات بالقاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ، وتسليمهم بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم. اطلاع قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع القطاعات المعنية بتنظيم عدد من الفعاليات في إطار احتفالات شهر مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم على مستوى الجمهورية. وجاء أبرز هذه الفعاليات استقبال السيدات بمستشفيات الشرطة يوم الجمعة من كل أسبوع وتوقيع الكشف الطبي عليهن بالمجان، إفادة مأموريات لزيارة السيدات المرضى والمسنات المودعين بالمستشفيات المختلفة ودور المسنين وإهدائهن هدايا رمزية وسلع غذائية، عقد احتفالية باتحاد الشرطة الرياضي لعدد 200 حالة من المفرج عنهم وأسرهم وتقديم الهدايا لهم،
اطلاع قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع القطاعات المعنية بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة منهم بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم على مستوى الجمهورية، وإقامة مأدبة إفطار لعدد منهم بأحد أندية الشرطة وإهدائهم ملابس العيد، زيارة مرضى مستشفى أبو الريش للأطفال وتوزيع عبوات غذائية وملابس العيد عليهم. اطلاع قطاع الخدمات الطبية بزيارة عدد من دور الأيتام وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم للمودعين بها مجاناً. كما نظم قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية قافلة للتبرع بالدم ضمت عدد 116 ضابط وفرد وخفير. قيام عدد من مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بعدد من المنافذ الثابتة والمتحركة. وتتوالى جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد استقبال 500,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفاك الصينية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن تلك الشحنة تأتي في إطار جهود مصر وحرصها على التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير كميات من لقاحات فيروس كورونا ضمن خطة الدولة لتطعيم المواطنين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على إنتاج الدفعة الأولى من لقاحات سينوفاك في مصر. أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن مدينة سبها الليبية، هذا وأسفر عن وفاة ضابطين ليبيين وإصابة 4 آخرين. وفي بيان للخارجية أكدت مصر مجددا على وقوفها الكامل مع ليبيا ضد كل من ينال من أمنها ومن استقرارها ودعمها في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. كما عربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لباكستان وذوي ضحايا جراء حادث تصادم قطارين بجنوب البلاد مما أسفر عن عشرات الوفيات والجرحى. وفي بيان للخارجية أكدت مصر تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب باكستان الصديقة في هذا المصاب الأليم. هذا وأعرب دكتور أحمد طيب شيخ الأزهر عن تعازيه لباكستان في ضحايا تصادم قطارين بإقليم السند جنوب البلاد ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين. وقدم الإمام والأكبر العزاء إلى أسر الضحايا وسائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة التحرك العاجل من أجل إحياء المسار السياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا من النظير الياباني موتيجي توشيميتسو استعرض شكري التحركات والاتصالات المصرية في هذا الصدد فضلا عن ملف إعادة الإعمار ودعم جهود التنمية في سائر الأراضي الفلسطينية. من جانبه أعرب وزير الخارجية الياباني عن تقدير بلاده للدور المصري مثمنا جهودها المتواصلة في هذا الشأن. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية عملها في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المتضررة في قطاع غزة، وذلك نتيجة للأحداث الأخيرة وتمهيدا لإعادة الإعمار. يأتي ذلك في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.
أكد مفتي الجمهورية شوقي علام أن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل القضية الفلسطينية، وكان آخرها وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وخلال استقباله وفدا فلسطينيا رفيع المستوى، أكد مفتي الجمهورية سعي مصر من أجل لم الشمل ووحدة الفصائل الفلسطينية. من جانبه استعرض الوفد الفلسطيني خلال اللقاء الأوضاع الحالية في الأراضي المحتلة وما وصلت إليه بعد وقف العدوان الإسرائيلي. جدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي شكره وتقديره للجهود الكبيرة والتي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي، وذلك من أجل تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للأشقاء الفلسطينيين. وخلال زيارته للمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة بمستشفى معهد ناصر، أكد رئيس البرلمان العربي بأن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمركزية للعرب. استؤنفت جلسات التفاوض المباشر بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بجوبا، وجاءت المفاوضات بعد قرار الوساطة تمديد التفاوض أسبوعا آخر لتوافق على النقاط الخلافية بين الطرفين لوضع المسودة النهائية للاتفاق الإطاري. وانطلقت جولة المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح في 26 من مايو الماضي بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان. أكد رئيس المالي المؤقت عاصم غويتا بأن حكومته ستحترم كل التزاماتها، وذلك بعد أدائه اليمين رئيسا انتقاليا للبلاد. وفي احتفال بالعاصمة تعهد غويتا بتنظيم انتخابات ذات مصداقية ونزاهة. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي أنه لا يمكن لإيران أن تعيق عمل المفتشين الدوليين ثم تتظاهر بوجود ثقة متبادلة، مشددا على أن إعادة بناء الثقة لن تتم إذا لم تظهر إيران أو لم تظهر إيران التزامها. وأوضح غروسي في مؤتمر صحفي أن مفاوضات فيينا معقدة ولم تحدد تسلسلا زمنيا للالتزام بالاتفاق النووي، مضيفا أن على إيران تبرير انتهاكاتها للاتفاق النووي. وقع رئيس روسيا فلاديمير بوتين على تشريع للانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة مع الولايات المتحدة. هذا وأمر بوتين العام الماضي بإطلاق الإجراءات القانونية الخاصة بانسحاب البلاد من الاتفاقية بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن انسحابها من الاتفاقية من جانب واحد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية. دكتور عمار رحب بك معنا في هذه الجولة الإخبارية، وبداية بعد تحية، كيف هي قراءتك لهذا التصريح من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلانه عن تشريع الانسحاب من هذه المعاهدة، معاهدة السماوات المفتوحة؟ تحياتي سيدتي الكريمة. لقد كان يعني هذا يعني متوقعا منذ فترة طويلة، وقد حاولت يعني روسيا الحفاظ على هذه الاتفاقية اولا يعني ابان فترة ترامب، وكانت يعني غير منطقية يعني حتى عملية الخروج يعني من طرف واحد. وحاولت ايضا يعني حاول الكريملين مع الإدارة الجديدة لعدم يعني او للعودة الى هذه الاتفاقية، ولكنها يعني رأت أن هناك كان رفضا يعني رفضا واضحا تجاه البقاء، فلذلك يعني كانت الرد الروسي على هذه المسألة يعني بالخروج، لأنه لا معنى يعني لبقاء روسيا ضمن هذه يعني الاتفاقية والتي تسمح يعني للمراقبة وللشفافية ممكن نقول العسكرية، يعني بأن الحلفاء يعني حلفاء الولايات المتحدة ممكن أن تراقب، والأجواء الأمريكية هي ستكون مغلقة على يعني على روسيا. هذا يعني ممكن يعني لكن دكتور عمار في هذه النقطة نعم. يعني لكي نسلط الضوء، هل نفهم من هذا التصريح أنه لن يكون هناك تيسير عدد من الرحلات المفاجئة وغير المرتبة لمراقبة النشاط العسكري بعد هذه الاتفاقية طبعا؟
لا طبعا سيدتي الكريمه، يعني خروج روسيا يعني وخروج ايضا يعني الاول للولايات المتحده هي يعني تعتبر يعني انهاء لهذه التحركات او لهذه يعني العمليات الرقابيه والاجواء، الاجواء طبعا ستكون يعني مغلقه ليست فقط للولايات المتحده ولكن لل 32 دوله ايضا المنخرطه في هذه الاتفاقيه. وهنا ممكن يعني القول ان اداره بايدن في البدايه يعني منذ الخروج هي كانت يعني تشكل باعتقادي ضربة للمنظومة يعني الأوروبية للحلفاء الاستراتيجيون يعني للولايات المتحدة والتي هي يعني متاخمة للحدود الروسية، ولكننا يعني رأينا أن الولايات المتحدة اليوم تنظر يعني بطريقة أخرى للعلاقة الروسية يعني الأمريكية، ولكن هناك يعني المسألة الإيجابية الوحيدة باعتقادي وهي أن الولايات المتحدة حافظت يعني ومددت اتفاقية ستارت 3 والتي من خلالها يعني ممكن التأمين الجزئي للأمن الاستراتيجي في العالم، ولكن يعني الاتفاقية الثالثة والتي خرج منها ترامب يعني حول الصواريخ المتوسطة وبعيدة المدى رفضت إدارة بايدن حتى النقاش يعني في هذه المسألة والعودة إليها. فاليوم يعني روسيا مضطرة يعني للتعامل بالمثل، لأن يعني مثل هذه الاتفاقيات يعني والتي لها علاقة بالأسلحة الاستراتيجية والنووية هي يعني الهدف منها الحفاظ على الأمن الدولي، ولطالما روسيا يعني طالبت في الحفاظ على استقرار هذه يعني المنظومة الدولية، ولكن المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية نراها اليوم يعني هي متباينة. هل برأيك ستتأثر هذه المصالح التي تتحدث عنها دكتور عمار؟ هل سيكون هناك أي عواقب بعد هذه أو بعد هذه الخطوة من الانسحاب من هذه الاتفاقية في تأثير العلاقات ما بين موسكو وواشنطن وأيضا دول حلف الناتو؟ سيدتي الكريمة، العلاقات ما بين روسيا والولايات المتحدة هي متوترة صحيح. جدا في هذه الأثناء وهي يعني وهناك وصلت يمكن يعني قمة إلى مرتقبة. أدنى مستوياتها. نعم هناك يمكن قمة مرتقبة بعد هذه الخطوة. نعم يعني القمة ستكون يعني في 16، ولكن باعتقادي السقف يعني التوقعات هو يعني منخفض جدا بناء على العمليات السياسية والدبلوماسية العدائية بين قوسين من قبل يعني إدارة بايدن تجاه. دكتور عمار هل تسمعني؟ دكتور عمار؟ نعم تفضلي. نعم تفضل. نعم، فلذلك يعني هذه يعني مستوى العلاقات هو متدني جدا، والولايات المتحدة يعني تحاول يعني سيطرة روسيا وجعلها الخطر الأكبر على المنظومة الأمن الأوروبية. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. على نفس الشأن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن دكتور أدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون. دكتور أهلا بك معنا على أكسترا نيوز من القاهرة. بداية كيف قرأت هذه الخطوة سياسيا بالتشريع بانسحاب روسيا من اتفاقية أو الاتفاقية الأخيرة؟ من المؤسف مثل هذا الانسحاب من الجانب دكتور لا أسمعك بوضوح، هل تسمعني؟ فقدنا الاتصال من واشنطن الدكتور أدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون.
أكدت وزارة الخارجية الصينية اعتراضها بشدة على زيارة نواب في الكونغرس الأمريكي إلى تايوان، هذا وتعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها استنادا إلى مبدأ الصين الواحدة، وتزيد من نشاطها العسكري حول الجزيرة للتأكيد على أن إعادة توحيد جانبي مضيق تايوان هو أمر حتمي. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أهم الداعمين الدوليين لتايوان خاصة من الناحية العسكرية، وهو ما تعتبره الصين تواطؤ ما بين تايبي وواشنطن. تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 3 مليارات و300 مليون دولار سنويا إلى أفغانستان على مدى العامين المقبلين لدعم قوة الأمن الأفغانية التي تقاتل طالبان. جاء ذلك خلال لقاء مبعوث السلام الأمريكي زلمي خليل زاد إلى أفغانستان إلى جانب وفد رفيع المستوى مع القادة في كابول لمناقشة تعاون ثنائي بعد مغادرة القوات الأمريكية وقوات تحالف البلاد بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر. تصدر المحكمة الدولية في لاهاي قرارها النهائي الثلاثاء بشأن استئناف تقدم به القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو مناديتش على إدانته بالإبادة في مجزرة سربنتيسا عام 1995، وسيسدل ذلك الحكم الستار على قضية الرجل الملقب بسفاح البلقان والذي قادت محكمة لجرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة بسجنه مدى الحياة في عام 2017، وأدين ملاديتش الذي قضى عقدا هاربا قبل إلقاء القبض عليه في عام 2011 بتهمة الإبادة الجماعية وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالمجمل خلال حرب البوسنة. كشف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن محادثات تجرم مع دول مجموعة العشرين بما في ذلك الصين والهند تتعلق بتبرعات مالية وبلقاحات كورونا لصالح آلية كوفاكس. وأضاف المسؤول أن منظمة الصحة العالمية ترغب في أن تساهم الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان بجرعات. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الأسابيع المقبلة ستشهد توزيع 80 مليون جرعة لقاح حول العالم. وأمام جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي أوضح بلينكين بأن واشنطن تدفع بقوة لتوزيع اللقاحات في العالم عبر آلية كوفاكس. تواصل تحورات فيروس كورونا الانتشار حول العالم وسط جهود لتسريع وتيرة توزيع اللقاحات في إطار خطة الوصول إلى عالم خالي من الفيروس بعد عام 2022. المزيد في العرض التالي مع زميل باسم طبانة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بسلالته المختلفة يواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم حاصدا المزيد من الأرواح والإصابات. ففي بريطانيا قال وزير الصحة إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بخطة تقضي بالرفع الكامل لقيود وإجراءات العزل العام لمكافحة كوفيد-19 في إنجلترا في 21 يونيو. يأتي ذلك بينما أكد وزير الصحة البريطاني أيضاً أن المتحور الهندي لفيروس كورونا معدن بنسبة 40% أكثر من المتحور البريطاني. أما الهند التي لديها ثاني أعلى عدد إصابات بكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة فقررت تخفيف قواعد العزل العام مع تراجع حالات الإصابة بكورونا. وعلى صعيد اللقاحات أعلنت واشنطن أنها ستمنح تايوان 750 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 إذ تواجه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23.5 مليون نسمة من تفشي فيروس كورونا بشكل مفاجئ. وفي ألمانيا دعا وزير الصحة الألماني إلى التحلي بالصبر فيما يتعلق بالحصول على موعد لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل وقت قصير من تفعيل إلغاء الأولوية في منح اللقاح.
أما عربيا فأعلنت الحكومة المغربية أعلنت استئناف الرحلات الجوية من المملكة وإليها ابتداء من 15 من يونيو الحالي لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لآخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. يعقد البرلمان الأوروبي جلسته العامة غدا في فرنسا للتصديق بشكل نهائي على الشهادة الصحية الرقمية لمواطني دول الاتحاد الأوروبي والراغبين في السفر عبر دول الاتحاد. وستشمل الشهادة المصممة لتسهيل حرية التنقل بهدف العمل والسياحة داخل دول الاتحاد في فترة الصيف على معلومات حول حصول المسافر على تطعيم ضد فيروس كورونا أو حمله لاختبار سلبي أو تعافيه مؤخرا من كوفيد-19. وسيتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي من الحصول على تصريح المرور والتنقل إذا كان لديهم واحد على الأقل من هذه العناصر الثلاثة. نفى وزير الصحة الألماني يانس شبان مجددا اتهامات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب معارضة بإعداد خطة لتوزيع كمامات رديئة على المشردين. وأكد المسؤول الألماني أنه تم فحص جميع الكمامات التي تم توزيعها بدقة للتأكد من أنها تفي بالشروط المطلوبة. مزيد ينضم إلينا من برلين عربي مرزوق مراسل أكسترا نيوز. عربي، ما هي تفاصيل هذا الشأن تحديدا المتعلق ببعض اللغط حول ما يوزع على المشردين في هذه الجائحة في داخل الألمانية؟ تفضل عربي. لما الوضع تحديدا انفجر أمس عندما أعلن في أحد برامج التلفزيون رئيس الحزب الاشتراكي المشارك في الحكم السيد نوبرت فالتر يانس، أعلن أن وزير الصحة الألماني قام العام الماضي بتوزيع كمامات رديئة غير صالحة على المشردين في بيوت إقامة المشردين والحاصلين على الإعانات الاجتماعية هنا في ألمانيا، وبالتالي عدم المحافظة على صحة المواطن الألماني في الداخل الألماني. هذه الأزمة الحقيقية اللي بدأت من امبارح. النهارده الصبح في اجتماع المشيرة الألمانية أنجيلا ميركل مع كتلتها البرلمانية دافعت بشكل كبير جدا عن وزير الصحة الألماني يانس شبان ضد ادعاءات الحزب الاشتراكي المشارك في الحكم، وقالت كل هذه الادعاءات لا يوجد دليل قاطع عليها. وزير الصحه الالماني يانس شبان صباح اليوم في اجتماع الكتله قال ان الازمه الاساسيه ان بالفعل الكمامات لم تحصل على الترخيص الاوروبي. كما ترين هنا لبى دي كمامه حاصله على الترخيص الاوروبي فيها حرف سي واي، اي كمامه داخل الاتحاد الاوروبي يجب ان تحصل على هذا الخيط سي واي، وهو انها خاضعه للمواصفات الاوروبيه حتى لو صنعت في الصين او في اي مكان في العالم. هذه الكمامات التي وزعت العام الماضي لم تحصل على هذا الختم داخل الاتحاد الاوروبي سي واي، ولكنها تم فحصها حسب وزير الصحه الالماني من مؤسسه تيف، وهي مؤسسه السلامه الخاصه بالمانيا فقط بعيدا عن الاتحاد الاوروبي. ولكن اتهامات الحزب الاشتراكي جاءت من هذا المنطلق تحديدا انها غير حاصله على هذا الختم المواصفات الاوروبيه. دي الازمه الحقيقيه ان وزير الصحه قام بتوزيع العام الماضي، ولكن وزير الصحه الالماني قال ان الفكره الاساسيه كانت فكره وزير العمل الالماني ان يتم توزيع هذه الكمامات على المشردين والحاصلين على الاعانات الاجتماعيه هنا في المانيا بشكل مجاني. الحقيقه رئيس الحزب اتحاد الحزب المسيحي الديمقراطي ايضا هو رئيس وهو رئيس وزراء شمال اللاين ارمن راشيد رمى الكره الحقيقه في ملعب الحزب الاشتراكي الذي وجه لهم هذه الاتهامات، وقال على الحزب الذي خسر بالامس في انتخابات ولايه زاكسن ان يصمت، لانهم الحزب الاشتراكي الذي يقول هذه الادعاءات حصل فقط على 8% من اصوات هذه الولايه، وبالتالي ارمن لاشيت رئيس وزراء الولايه اتهمهم انهم يروجون شائعات فقط، لان معركه الانتخابات البوندستاغ سبتمبر المقبل اصبحت وشيكه جدا بعد 3 أشهر. في الحقيقه السبب الرئيسي لما هي معركه انتخابيه في الاول وفي الاخر، كل حزب الان في المانيا يرمي على الحزب الاخر باتهامات متبادله حتى يحصل على اعلى نسبه اصوات خلال هذه المرحله. نقطة تانية عربي متعلقة بإتاحة التطعيم ضد كورونا للجميع دون أولويات لسن أو لربما مرض أو ما شابه، هنا بالإشارة للجميع، هل هناك نسبة معينة متبقية لعملية التطعيم؟ وأيضا هناك تصريحات بالتحلي بالصبر، هل هذا يعني أن هناك ربما زحام على عملية التطعيم حاليا بعد أن فتحت لجميع الأعمار؟ حقيقي لما الوصف الذي وصفتيه الزحام هو أدق وصف لهذا الأمر الآن داخل ألمانيا. بداية من اليوم أعلنت ألمانيا عن رفع
كل القيود أو التسلسل حسب الأهمية والعمر وأيضا الأمراض المزمنة. أي شخص هنا في ألمانيا يستطيع بداية من اليوم حجز معاد للحصول على هذا اللقاح، ولكن الأزمة الحقيقية لا توجد كميات كافية حتى الآن داخل ألمانيا لكل شخص. حتى الآن تم تطعيم في ألمانيا لجرعة واحدة 38 مليون مواطن، 45% من تعداد الشعب الألماني، ومن حصل على جرعتين وله حماية كاملة هم 18 مليون فقط، أي تقريباً 20% من تعداد الشعب الألماني. بداية من اليوم بدأ جميع الألمان الذين يريدون الحصول على التطعيم في حجز مواعيد. بداية من الآن وحتى منتصف شهر يوليو المقبل لا توجد مواعيد خالية. كل المواعيد تم إشغالها في عموم ألمانيا بالكامل، ولكن برلين، العاصمة الألمانية برلين كولاية، أعلنت النهاردة أنها كانت قد فتحت 130 ألف موعد جديد في الشهر القادم لجميع المواطنين الموجودين داخل برلين فقط حتى يتم الإسراء بالعملية. الحقيقة يانس شبان وزير الصحة الألماني وعدد كبير جدا من أعضاء البرلمان الألماني قالوا أن عملية الفتح تمت ولكن الكميات قليلة جدا، ولكن المبدأ العام أن خلال منتصف يوليو المقبل، خلال الشهر المقبل، سوف يتم تطعيم 80% من البالغين داخل ألمانيا حسب إحصائيات وتوقعات وزارة الصحة الألمانية. هل هذا عربي يعني أن ألمانيا في طريقها لتخفيف القيود، أم هناك دعوات ربما لإبقاء الوضع على ما هو عليه، أو إبقاء الوضع في وضع وبائي لو هنقدر نقول؟ هو الحقيقة لما الوضع الوبائي من المتوقع أن يستمر، من المتوقع أن البرلمان الألماني البوندستاغ سوف يقوم بتمديد الوضع الوبائي في ألمانيا ربما 6 أشهر أخرى حتى نهاية العام. الوضع الوبائي مستمر وهو مرتبط بقانون الحماية من العدوى الذي يعطي الحكومة في فرض. بشكرك شكرا جزيلا عربي على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. عربي مرزوق من ألمانيا برلين، شكرا عربي. مشاهدينا، ورد إلينا هذا الخبر العاجل حيث اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور محمد معيط وزير المالية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ودكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية. وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية، فقد عرض وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذلك نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من أبريل الماضي، ولدينا ساهما بدورهما في تطور متوسط لزمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري، وذلك فضلاً عن المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي وتحول الرقمي لمنظومة الجمارك. وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعادلات الدولية، خاصة من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمني المخطط. كما عرض دكتور محمد معيط مستجدات تطوير المنظومة الضريبية بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتي تشهد حاليا نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي تم تطبيقه عليها. ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لكافة المأمورات الضريبية خلال الفترة المقبلة. كما تم عرض جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير من العام الجاري، وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها. وجاري أيضا استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية. هذا كما تم أيضا استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة زيادة في إجمالي عدد المتقدمين بإقرارات ضريبية الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضي، وذلك بعد انتهاء فترة مد الأجل. كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نموا بنسبة 91% من أعداد المسجلين عن عام 2018، هذا فضلاً عن النمو في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018.
وكذلك النمو في حاصلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي. وفي ذات السياق تم عرض مستجدات مشروعي الإيصالات الإلكترونية B2C وبرنامج تحفيز المواطنين، وكذلك مشروع إدارة حالات التهرب الضريبي، إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تعيين 2000 مأمور ضرائب فحص وحصر. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إلكترونيا مع تفعيل نظام الذكاء الاصطناعي لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة، كما وجه سيادته بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأموري الضرائب الجدد. وأضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لمنظومة التحصيل الإلكتروني، حيث تخطت المتحصلات للخدمات الحكومية حوالي 92 مليار جنيه، وذلك منذ بدء العمل بالمنظومة بخلاف نظم الضرائب والجمارك. حيث وجه السيد الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالي والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزي. كما تم استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية. توجه السيد الرئيس بتكامل النظام مع كافة الجهات الحكومية بالدولة، وذلك وفقا للخطط الزمنية المستهدفة للمساهمة في حوكمة إدارة المالية العامة للدولة. وتم أيضا عرض الموقف المالي للهيئة العامة لتأمين الصحي الشامل والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول 20 يونيو الجاري حوالي 25% عن العام الماضي. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بقيام كافة الأجهزة المختصة بتنسيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة، وذلك في ظل الأولوية الهامة والمتقدمة والتي توليها الدولة لدورها الإنساني تجاه المواطنين بالمقام الأول. كما تم استعراض نتائج المراجعة الأخيرة ما بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة فضلا عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي. توجه السيد الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك. قال وزير الصحة الفرنسي إن الوضع الصحي العام المتعلق بتفشي وباء كوفيد-19 يواصل التحسن بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد بنسبة انخفاض بنحو 20% كل أسبوع. وأعرب الوزير الفرنسي عن مخاوفه بشأن انتشار السلالة الهندية والتي تعرف باسم متغير دلتا وتراخي المواطنين الذين حصلوا على الجرعات الأولى من اللقاحات. هذا وأوضح بأن الحماية تبدأ بعد أيام قليلة من تلقي الجرعة الثانية، ومشيرا إلى أن ارتداء الأقنعة الواقية سيظل إلزاميا طوال شهر يونيو. للمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا من مرسيليا خالد شقير مراسل إكس نيوز. أرحب بك خالد معنا في هذه الجولة الإخبارية بداية بعد التحية. يعني لو تطلعنا عن مزيد من التفاصيل عن الوضع الوبائي الآن في فرنسا، وهل نفهم من ذلك أو من هذا التصريح أن سيكون هناك نوع من تخفيف الإجراءات الاحترازية بعد هذا التصريح؟ نحن سيطرنا على الوباء ولكن لم ننتصر عليه بعد. هذا هو تصريح أوليفيي فيران لقناة بي اف ام تي في، ونقلا عن إذاعة فرنسا الدولية أن أوليفيي فيران عندما تحدث على أنه من المبكر نتحدث على الانتصار عن فيروس كورونا ولن نعلن الانتصار عن فيروس كورونا إلا في الخريف القادم. في عدة أسئلة، أهم هذه الأسئلة هل يمكن
ممكن خلع الكمامات، تحدث أوليفي فيران عن أن على الفرنسيين الالتزام بارتداء الكمامات حتى نهاية هذا الشهر حسب قوله، وذلك لأن هناك أو لاحظ الوزير أن هناك من الفرنسيين الكثير من الفرنسيين بدأوا لا يلتزمون. وهنا نبه أوليفي فيران بأن الفيروس ما زال متواجدا، الحقيقة تمت السيطرة عليه وانخفاض الأعداد الإصابة من 20% ل 25% كل أسبوع، وهذا هو مؤشر إيجابي. وأكد على الفرنسيين الذين حصلوا على الجرعة الأولى بأن هذه الجرعة ليست كافية، عليكم الحصول على الجرعة الثانية والانتظار 15 يوم حتى يمكن أن نتحدث على أن الجسم يستطيع الدفاع أو هزيمة هذا الفيروس. تحدث أيضا عن هذا المتحور الهندي والفيروس المسمى دلتا أو المتحور المسمى دلتا، وقال أننا نراقب الوضع عن كثب، وتحدث أيضا عن يعني تهانيه للعاملين في قطاع الصحة وعن المرضى الذين تم إخراجهم بسبب كورونا، عليهم الآن العودة إلى المستشفيات الفرنسية للتشافي. تحدث أيضا أوليفي فيران مطولا عن الحكومة الفرنسية والمساعدات التي قدمتها سواء للشركات أو للأفراد، وتحدث عن إيجابية الفرنسيين في التعاون مع الحكومة الفرنسية في التباعد الاجتماعي وأيضا التزام ارتداء الكمامات. قال علينا جميعا أننا نقول كسبنا جولة ولكن ما زالت أمامنا جولات، وعلينا الالتزام طوال هذا الصيف حتى لا نتعرض لأعداد أخرى ولإصابات أخرى دنا. إذن خالد، في هذه النقطة هل ترى أن هناك التزام من قبل المواطنين الفرنسيين بهذه الإجراءات الاحترازية؟ وهل تم بالفعل الأخذ بالاعتبار من قبل المواطنين يعني بؤر الوباء التي تأتي من الهند؟ الحقيقة دنا يعني هناك إقليم واحد تم رصد هذه المتحورات أو متحور الهند أو ما يسمى دلتا فيه، ولكن يتم عزلهم وهم تحت السيطرة. هذا المتحور هو سرعته كما قال أوليفي فيران في أنه سريع الانتشار، ولكن ليس هناك خوف أو تخوف. معظم الفرنسيين، أكثر من 80% من الفرنسيين يلتزمون بالإجراءات التباعد. الحقيقة دنا أيضا أن الكثير من الفرنسيين بدأوا يقومون بخلع الكمامات في الشوارع، ولكن الالتزام بها في الأماكن المغلقة. كل الإشارات بتؤكد، وبصفة خاصة بعد وصول عدد الملقحين أو الذين حصلوا على الجرعة الأولى لأكثر من 28 مليون فرنسي، منهم 14 مليون بالجرعتين، كل هذه مؤشرات إيجابية بتؤكد على أن الفرنسيين على الطريق الصحيح للانتصار على الوباء، ولكن بشرط مزيد من الاهتمام ومزيد من الالتزام. هذا ما أكده أوليفي فيران في هذا اللقاء المطول مع الإعلام الفرنسي يوم الأمس. نعم، أشكرك شكرا جزيلا خالد شقيق من مرسيليا مراسل إكس نيوز على هذا الرصد. شكرا جزيلا لك خالد. ناقش كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الخطة الإعلامية للاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو وذكرى السابعة لتنصيب الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع بنود الخطة أمام جميع وسائل الإعلام للاستعانة بها لمن يشاء، حيث تتضمن خطوطا عريضة للإنجازات الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة وآلية تنفيذها. هذا وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن اجتماع الهيئات الثلاث المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام جاء من أجل مناقشة تفاصيل خطط الاحتفال بذكرى 30 من يونيو وتنصيب الرئيس السيسي. هذا وأضاف كرم جبر لإكس نيوز بأن تحقيق الإنجازات خلال السنوات الأخيرة هو أشبه بالمعجزة. المجلس الأعلى والوطنية للصحافة والوطنية للإعلام تقريبا احنا بنمثل الإعلام القومي كله. نعم. فاحنا عملنا يعني الخطة دي معدة سلفا من فترة، لكن عملنا اجتماع
رئيس المجلس ورئيسي الهيئتين عشان نناقش تفاصيل الخطة وما تم من إنجازات في السنوات الأخيرة. طبعا احنا رأينا ان ما حدث من إنجازات في السنوات الأخيرة ده بيشبه المعجزة. أيوه. كانت دولة على شفا الانهيار والضياع فانطلقت وتقدمت وأصلحت مؤسساتها وبقى عندها أقوى جيش وعندها اقتصاد قوي جدا جدا. ما حدث في مصر في الفترة الأخيرة السبع السنوات الأخيرة ده غير مسبوق، لأن احنا عارفين طبعا الفترة اللي عقبت 2011 وما حدث من سطو الإخوان على الدولة المصرية، الدولة فعلا كان يا إما تذهب إلى العصور الوسطى وعصر السياف والجلاد، دولة خارج نطاق القانون، يا إما ربنا ينقذها وتنطلق للأمام. العناية الإلهية كانت مع مصر إنه وفقها في رئيس له مواصفات مصر ومع شعب استطاع أن يقف في ظهر الرئيس ومع جيش عظيم جدا وليس له ولاء ولا انتماء إلا الدفاع عن مصر. دي كلها إنجازات تحققت يجب أننا نحطها يا جماعة. ده يعني لو أدركنا أن مصر كل يوم بيبقى فيها مشروع جديد. وردنا الآن هذا الخبر العاجل، حيث اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الدكتورة مايا مرسي استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من الخامس وحتى الثامن من يوليو المقبل، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين. هذا وقد وجه رئيس السيسي بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة وتتويجا لجهود الدولة في إصدار التشريعات الوطنية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أركان الدولة، وعلى رأسها مجلس الوزراء والبرلمان وآخرها الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها مؤخرا للسماح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة. كما عرضت الدكتورة مايا مرسي الموقف التنفيذي لاستضافة مصر للمقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة والتي تعد أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطارا شاملا لتعزيز وتحسين وضع المرأة أخذا في الاعتبار الجهود المصرية الرائدة في تأسيس المنظمة والدعوة لها، فضلا عن تشجيع مصر لبقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام للنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة وصولا إلى دخوله حيز النفاذ في يوليو 2020. كما أوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أن منظمة تنمية المرأة تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءاتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي تعكس نشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلا عن مناهضة العنف ضد المرأة وتصحيح الخطاب الديني ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم. وقد وجه رئيس السيسي بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في منظمة تنمية المرأة وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام. كما وجه الرئيس بتخصيص مبنى مستقل متكامل كمقر لمنظمة تنمية المرأة مع تأسيسه وتزويده بكافة الخدمات اللازمة. ووجه الرئيس السيسي أيضا بالاهتمام داخل المنظمة بإقامة مركز بحثي لإعداد دراسات معمقة ومتشعبة لتوليد الأفكار اللازمة للنهوض بأحوال المرأة، فضلا عن إلاء العناية المطلوبة لعلاقة منظمة تنمية المرأة بالمنظمات الدولية خاصة في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشتركة.
قرر البنك المركزي إطلاق نظام المقص الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية في 14 من يونيو الجاري. هذا وصرح رامي أبو النجا نائب المحافظ بأن إطلاق نظام المقص الإلكترونية للشيكات متعدد العملات من شأنه تحقيق العديد من المميزات للقطاع المصرفي، ومن أهمها خفض تكلفة ذلك النوع من المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من العمليات. ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أنه تقرر إطلاق النظام الجديد بعملتي الدولار واليورو بالمرحلة الأولى. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعتنا على الإنترنت axanews.tv، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. كنت معكم أنا دانا مدحت وزميلتي لما جبريل، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى الملتقى بإذن الله.